السلام عليكم يا سنة رابعة. إن شاء الله بإذن الله هناخد مع بعض الدرس الأول اللي هو بعنوان أدوات القياس. أدوات القياس إحنا كلنا بنستصعبه، يعني إيه كلنا بنستصعبه؟ فيها أنا مش عارف إيه الوحدة وإيه الأداة وإيه كل الكلام ده، فإن شاء الله بإذن الله هنبقى سهل بالنسبة لنا. طب إيه يعني أدوات القياس؟ أدوات معناها إيه؟ معناها لو قلت لك مثلا أنا بستخدم الأدوات دي، أدواتي، يعني إيه أدواتي؟ يعني الحاجة اللي أنا بستخدمها علشان أقيس بيها، يبقى ده العنوان بتاعنا أدوات القياس، يعني الحاجة اللي أنا بستخدمها أو الأدوات اللي أنا بستخدمها علشان أقيس بيها. طيب قبل ما ندخل في أدوات القياس لازم نعرف مع بعض ثلاث تعريفات. أول حاجة تعريف المادة، يعني إيه المادة؟ المادة دي بيقول لك أنا كل حاجة حوالينا اسمها مادة، القلم ده مادة، أنا أعتبر اسمي مادة، الحيطة مادة، كل حاجة حوالينا اسمها مادة. طب إيه هي المادة؟ ركز كده معايا، بيقول لي المادة دي هي كل ما له كتلة وحجم. يعني إيه كل ما له كتلة وحجم؟ حضرتك بتصعبها لنا اكتر. الكتله هي ايه؟ هنعرف تعريف الكتله. الكتله هي ايه؟ الكتله هي مقدار ما يحتويه الجسم من ماده، المحتوى. يعني ايه المحتوى؟ لو انا جبت لك مثلا كتاب، قلت لك الكتاب ده الكتله بتاعته ايه؟ يبقى هعمل ايه؟ هعد بكم محتوى على كم ورقه؟ محتوى على كم ورقه؟ الشنطه بتاعتي عايز اعرف كتلتها، الماده اللي جواها الكتب. يبقى لو انا عديت الكتب يبقى انا كده عرفت الايه؟ الكتله. يبقى تعريف الكتله المحتوى، تعريف الكتله الايه؟ المحتوى بتاع الماده، فيها قد ايه؟ يعني مثلا الديسك ده فيه كميه خشب قد ايه؟ يبقى انا كده عرفت الايه؟ الكتله بتاعته. طيب ادي كده الكتله. طب الحجم، ايه تعريف الحجم يا ميس؟ نحفظها زي اسمنا. الحجم هو مقدار الحيز الذي يشغله الجسم من الفراغ. يعني ايه الحيز؟ يعني المكان. يعني انا لما اقول لك مثلا حطيت ايديا كده على السبوره، هي ايديا دي واخده مكان من السبوره ولا مش واخده؟ واخده مكان. يبقى انا لو عرفت المكان اللي هي واخداه يبقى انا كده عرفت الحجم بتاع ايدي. مقدار الحيز يعني المكان الذي يشغله الجسم من الفراغ، يعني اللي موجود فيه. ايدي دي ممكن تبقى على السبوره، ممكن تبقى على الديسك، ممكن تبقى على الارض. نفس الكلام في الكتاب، الكتاب ده واخد مكان قد ايه من الديسك، واخد مكان قد ايه من الارض، يبقى ده اسمه الايه؟ الحجم. تمام كده؟ يبقى الماده، نرجع للتعريف بتاع الماده، كده عرفنا يعني ايه كتله ويعني ايه حجم. المادة هي كل ما له كتلة وحجم. طب يا ميس التعريف التاني، نفس التعريف بس عملنا ايه؟ حبينا نرخم عليكم شوية، شلنا كلمة الحجم ورحنا حاطين التعريف بتاع الحجم، هي كل ما له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ. في ناس بقى تجيب لكم سؤال في الامتحان، كل ما له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ، بتشوف كلمة يشغل حيزا من الفراغ تروح حاطط الحجم على طول. غلط. ليه؟ لازم تقرا السؤال لحد الآخر. كل ما له كتلة ويشغل حيزا من الفراغ ده تعريف الايه؟ المادة، عشان ما نتلخبطش. والتلات تعريفات دولت مهمين جدا. طيب ندخل بقى في الدرس بتاعنا، كيفية تقدير المادة، ازاي بقدر أقدر المادة؟ لازم أعرف عنها ثلاث حاجات، أعرف الطول، أعرف الكتلة، وأعرف الحجم. لازم أعرف عن المادة كام حاجة؟ ثلاث حاجات، طول وكتلتها وحجمها. طولها، لا يعني ايه الطول؟ يعني انا مثلا حد واقف اهو عايز اقيس طولي، ده انا طولي يا ماما كل شهر عمال ايه؟ عمال اكبر، الشهر ده بقيت كذا، الشهر الجاي السنه اللي جايه بقيت كذا، الطول عمال ايه؟ يكبر. طب بستخدم ايه علشان اقيس الطول؟ وهكذا. الكتله، يعني ايه الكتله؟ قلنا الكتله المحتوى. هستخدم ايه؟ هستخدم ادوات علشان اقيسها، واستخدم وحدات وهنعرفهم مع بعض. طيب الحجم، علشان اقيس حجم اي حاجه بستخدم ايه؟ هنعرف كل الكلام ده مع بعض. طيب اول حاجه الطول، الطول بعرف ايه؟ ادوات القياس. لو انا قلت لك مثلا عايزه اقيس طول القلم ده، برافو عليكي، هستخدم ايه؟ المسطره. يبقى لو حاجه لو طول صغير بستخدم الايه؟ المسطره. طيب لو انا قلت لك عايزه اقيس طول السبوره دي من هنا لهنا، هقدر امسك المسطره وامشي كده؟ لا، بستخدم حاجه اسمها الشريط المدرج، بستخدم حاجه اسمها الايه؟ الشريط المدرج. يبقى لو انا قلت لك ادوات القياس بتاعه الطول، عندي اول حاجه الشريط المدرج، وتاني حاجه المسطره الايه؟ المدرجه. الشريط المدرج دي لو طول كبير، طب لو طول صغير هستخدم المسطره المدرجه، دي اسمها ادوات. بقيس الطول ازاي؟ طب نشوف الوحدات. يعني ايه وحدات؟ احفظ كده على طول، الوحدات هي التمييز اللي بيجي بعد الرقم. يعني ايه التمييز اللي بيجي بعد الرقم؟ يعني انا قست الطول اهو، قسته بايه؟ بالمسطله. طيب طلع 10، 10 ايه؟ برافو عليك، واخدينها في الرياضه 10 سنتي متر. يبقى اول وحده قياس عندي اللي هي المتر والسنتي متر والكيلو متر. يبقى عندي كام وحده؟ 3. السنتي متر، السنتيمتر هي الايه؟ الحاجه الصغيره، طول صغير. طب الكيلومتر،
طول كبير جدا. لو انا رايحه من القاهره مسافره لحد اسكندريه، بلاقي على طول يافطه كده على جنب مكتوب مثلا ايه اتبقى لك 20 كاف ميم. كاف ميم دي معناها ايه؟ معناها كيلو متر. طيب وعندي لو طول السبوره مثلا طول حيطه بقيسها بالمتر. طب في وحده هنا واخدينها برده في الرياضه بس ما عندكوش في العلوم، اسمها الملي لتر. واخدينها في الرياضه مش واخدينها ملي متر، مش واخدينها في الايه في العلوم. احنا علينا بس في العلوم الكيلو متر والمتر والسنتي متر. طيب علينا كمان ايه يا ميس؟ علينا ان انا احول من الكيلو متر للمتر ومن المتر للكيلو متر. طب هعمل ايه؟ بص معايا، ادي السلم، على بدايه السلم ده هكتب مين؟ الكبير الكيلو متر، بعدها المتر، بعدها السنتي متر. يبقى السلم بدايته الكبير ونهايته الصغير. طيب عايزه احول من الكبير للصغير، يعني انزل السلم من الكبير اروح للايه؟ للصغير. هضرب ولا هقسم؟ ينفع ينفع الكبير يقسم الصغير يضرب الكبير؟ لا، بس ينفع الكبير يضرب الصغير. فلو عايزه انزل السلم من كيلو متر للمتر هضرب في كام؟ في 1000. طيب لو عايزه انزل من المتر للسنتي برضه هضرب في 1000؟ قال لي لا، هقسم على كام؟ هقضيها هضرب في كام؟ في 100. يبقى لو سالتك سؤال في الامتحان، 1 كيلو متر هتساوي كام متر؟ 1000. 1 متر هتساوي كام سنتيمتر؟ 100. تمام كده؟ ده علشان احول. طب عايزه ارجع السلم هقسم، وعايزه ارجع السلم هقسم برضه، بس هقسم على ايه؟ نفس الارقام، هنا هقسم على 100 وهنا هقسم على ايه؟ على 1000. معايا كده؟ دي اسمها التحويلات ما بين وحدات قياس الايه؟ الطول. يبقى الطول، الادوات اللي هي الشريط المدرج والمسطره المدرجه، الوحدات كيلو متر ومتر وسنتي متر. طيب نشوف الكتله. الكتله علشان اقيسها بس عندي نوعين. لو عندي كتله صغيره زي ذهب، كتلة ذهب، ينفع اروح اقول للراجل بتاع الخضار والفاكهه معلش خد لي الخاتم ده، شوف لي الخاتم ده فيه كميه قد ايه ذهب؟ لا ما ينفعش. فبستخدم ميزان اسمه ميزان الحساس، بستخدم ميزان اسمه الميزان الايه؟ الحساس. يبقى الميزان الحساس ده علشان يقيس لي كتله صغيره ولا كتله كبيره. برافو عليك، ويقيس لي كتله صغيره زي كتله الذهب والفضه، وده شكله. بيبقى ميزان اسمه ميزان حساس او رقمي، شغال بالارقام من هنا، ده اللي بنشوفه عند الراجل بتاع الذهب والفضه على طول. طيب نروح للراجل بتاع الخضار، عايزه اقيس انا جايبه قد ايه خضار، جايبه قد ايه طماطم، جايبه قد ايه خيار، بيحطه لي على ميزان. الميزان ده اسمه ميزان معتاد ذو كفتين، بيبقى ميزان معتاد ذو كفتين، بيحط لي هنا الحاجه اللي انا عايزه اقيسها، وهناك بيحط لي ايه؟ لا ما بيحطليش طوب، بيحطلي حاجه اسمها اثقال. الاثقال ديت بتبقى مثلا مكتوب عليها 3 كيلو 1 كيلو 2 كيلو، وبيحط يفضل يحطها لك لحد ما الكفه اللي يحصل الكفتين يتوازنوا مع بعض. يبقى انا عندي ادوات القياس بتاعه الكتله حاجتين، ميزان حساس وميزان معتاد. الميزان المعتاد كتله كبيره، الحساس بيبقى كتله صغيره. تمام كده؟ طيب نشوف الوحدات القياس بتاعه الكتله، بتاعت قصدي الكتلة. عندي ثلاث وحدات بتاعت الكتلة. أول وحدة الجرام. الجرام ينفع أقيس أقول له روح للراجل بتاع الخضار أقول له ده أنا عايزة 10 جرام طماطم؟ لا ما ينفعش، بس ممكن أروح أقول له إيه؟ أنا عايزة 10 جرام ذهب. يبقى الذهب والفضة بيتقاسوا بوحدة صغيرة اسمها الإيه؟ الجرام. طيب عايزة أروح للراجل بتاع الفاكهة أقول له طماطم، الطماطم هقولها بإيه؟ بالجرام؟ لا. بالطن؟ لا، وحده اسمها الكيلو جرام، وحده اسمها الايه؟ الكيلو جرام. طيب عايزه كتله عربيه فيها كميه حديد قد ايه؟ هعرفها ازاي؟ بكتله الايه؟ بوحده ايه؟ الطن. يبقى عندي ثلاث وحدات لقياس الكتله، الطن، الكيلو جرام، والجرام. طب نعمل نفس السلم اللي احنا عملناه، هنحط مين اللي فوق؟ برافو عليكم، الكبير، وبعده الكيلو جرام، واخر حاجه الصغير. طيب هنا هنمشي هننزل السلم من فوق لتحت، يعني يبقى ايه؟ نضرب. طيب 1 طن فيها كام كيلو جرام؟ فيها 1000. 1 كيلو جرام فيها كام جرام؟ 1000 برضو. ما ينفعش اقول 100، ال 100 دي من الكيلو متر للسنتيمتر بس، بينما تحويلي بتاعه الكتله بقول عليها ان هنا الاثنين ايه؟ 1000، والعكس بنقسم. تمام كده؟ يبقى لو جبت لك سؤال في الامتحان اكمل، 1 كيلو جرام هتساوي كام جرام؟ 1000 جرام. تمام كده؟ يبقى احنا كده خلصنا الطول وخلصنا الكتله. ندخل في اخر حاجه وانتوا اللي بتستصعبوها، اللي هي الايه؟ الحجم. ادوات القياس بتاعه الحجم. لو عندي جسم صلب منتظم الشكل، يعني ايه منتظم الشكل؟ منتظم الشكل يعني عندي زي مثلا ايه؟ مكعب. يعني عارفين المكعب اللي بنشوفه؟ يعني مثلا ده
ده كده من هنا كده مربع، مربع ده منتظم ولا غير منتظم؟ يعني ايه منتظم ولا غير منتظم؟ يعني قدرتي تمسكي المسطره وتقيسي الطول والعرض بتاعه؟ ما دام قدرتي تقيسي الطول والعرض بتاعه يبقى اسمه جسم منتظم الايه الشكل. بقيسه ازاي؟ لو صغير بقيسه بالمسطره المدرجه، لو كبير شويه بقيسه بالشريط المدرج. طب لو عندي جسم غير منتظم الشكل، يعني ايه غير منتظم الشكل؟ لو عندي كوره، عندي بليه، هتقدري تمسكي المسطره وتقيسي الطول والعرض والارتفاع بتاعها؟ مش هقدر، بستخدم حاجه اسمها المخبار المدرج، وده شكل المخبار المدرج، بيبقى عباره عن ازاز ومتدرج بالارقام، وده بيكون عباره عن قاعده كده، وهو ايه عشان ما يقعش بس بنحط عليه القاعده. ده اسمه مخبار الايه المدرج. طب ازاي بقى هنستخدم الاثنين مع بعض؟ نشوف بس الوحدات الاول بتاعه القياس، وبعد كده هنعرف ازاي بن ايه ازاي بنقيسهم. بص معايا، لو انا عندي على طول ماما تقول لي مثلا هاتي لي ايه ازازه بيبسي. طب يا ماما ازازه بيبسي كبيره ولا صغيره؟ تقول لي ازازه بيبسي لتر 2 لتر. يعني ايه؟ يعني عندي وحدتين لقياس السوائل، السوائل بتتقاس بوحدتين، اللتر والملي لتر مع بعض، اللتر والايه والملي لتر، بقيس بيها الايه السوائل. يبقى اللتر برمز لها بالرمز لام، والملي لتر ميم لام. طيب لو انا عندي جسم صلب، الاجسام الصلبه مكعب.